السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. يتحدث الآلاف من الجزائريين في الساعات الأخيرة عن نتائج شهادة التعليم المتوسط لدورة جوان 2024 والتي ستخرج للعلن بعد ساعات قليلة. وقبل الخوض في تفاصيل، يرجى متابعة الفيديو للأخير والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. يستعد الآلاف من الجزائريين وأبنائهم لإطلاق العنان للأفراح والاحتفالات بعد الإعلان الرسمي عن نتائج شهادة التعليم المتوسط بعد ساعات قليلة. وستعلن وزارة التربية الوطنية عن موعد إعلان النتائج على صفحتها الرسمية الموثقة بالعلامة الزرقاء والنشط على الفيسبوك ربما اليوم أو غدا. فبالتوفيق لكل تلاميذ المترشحين.